السلام عليكم. في كتاب النجاح في الرياضيات للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي عندنا درس الأعداد العشرية الدرس في الصفحة 49، ولكن النقص الصفحة 49. إذن الصفحة 49 فيها أتمرن. السؤال الأول: نريد تغطية مكتب مستطيل الشكل. قياس طوله 1.30 متر وقياس عرضه 0.60 متر بقطعة زجاجية. أحسب ثمن هذه القطعة علما بأن ثمن المتر مربع من الزجاج هو 150 درهم. إذن المكتب الذي نريد تغطيته هو هذا على شكل مستطيل، سطحه على شكل مستطيل. عندنا القاعدة، نعرف القاعدة، قاعدة المستطيل لإيجاد مساحة المستطيل نضرب الطول في العرض. إذن مساحة المستطيل تساوي طول في العرض. الطول هو عندنا هو 1.30 متر، العرض 0.60 متر. إذن نضرب 1.30 في 0.60. العملية، ننجز العملية، نضع العملية. إذن 1.30 مضروبة في 0.60. نلاحظ أن هذه الأصفار عندنا صفر بعد الفاصلة لا يعتبر، هو صفر زائد. إذن نكتفي فقط ب 1.3 مضروبة في 0.6. إذن نحيد الأصفار. 1.3 مضروبة في 0.6 تساوي 6 مضروبة في 3 18. أكتبه 8 وأحتفظ بواحد. 6 مضروبة في 1 6 زائد 1 7. أضع نقطة. 0 مضروب في 3 0، 0 مضروب في 1 0. إذن أقوم بالجمع. 8 زائد 0 8، 7 زائد 0 7، 0 زائد 0 0. عندي رقمين، لدينا رقمين بعد الفاصلة، الرقم في العدد الأول، العدد الثاني رقم، هي المجموع رقمين. إذن أضع الفاصلة بعد رقمين. إذن أقول مساحة المستطيل هي 0.78 متر مربع. الآن أحسب ثمن قطعة زجاجية بالدرهم. المساحة هي 0.78، ثمن المتر مربع الواحد هو 150 درهم. إذا نضرب المساحة أي 0.78 في 150. نضع العملية أيضا، 0.78 مضروبة في 150. 0 في 8 0، 0 في 7 0، 0 مضروب في 0 0. أضع الفاصلة. 5 مضروبة في 8 40. أكتب 0 وأحتفظ بأربعة. 5 مضروبة في 7 35 زائد 4 39. أكتب 9 وأحتفظ بثلاثة. 5 مضروبة في 0 تساوي 0 زائد 3 للاحتفاظ تساوي 3. أضع نقطتين.
الأولى والثانية. واحد مضروب في ثمانية ثمانية، واحد مضروب في سبعة سبعة، واحد في صفر صفر. إذا أقوم بالجمع، صفر زائد صفر صفر، صفر زائد صفر زائد صفر صفر، صفر زائد تسعة تسعة زائد ثمانية سبعة عشر، أكتب سبعة وأحتفظ بواحد. واحد زائد ثلاثة أربعة زائد سبعة إحدى عشر، أكتب واحد أحتفظ بواحد. واحد زائد صفر تساوي واحد. إذن وأضع الفاصلة لأن عندي رقمين بعد الفاصلة، إذن أحسب رقمين. الجداء هو 117، إذن 117 درهم. تمرين ثاني، تبلغ سعة برميل للزيت 100.5 لتر، يزن برميل وهو فارغ 25.5 كيلوغرام. فإذا كان لتر زيت الزيتون يزن 0.92 كيلوغرام، أحسب قياس كتلة البرميل المملوء بالزيت بالكيلوغرام. إذن سعة برميل من الزيت 100.5 لتر. الزيت لتر واحد من الزيت وزنه 0.92 كيلوغرام، البرميل وهو فارغ وزنه 25.5 كيلوغرام. هنا أحسب قياس كتلة البرميل المملوء بالزيت. نحسب أولا قياس كتلة الزيت، كتلة الزيت بالكيلوغرام، أي أننا نضرب 200.5 لتر في 0.92 كيلوغرام، هي كتلة لتر واحد. أضع العملية، إذن 200.5 مضروبة في 0.92، 2 × 5 = 10، أكتب صفر وأحتفظ بواحد. 2 × 0 = 0، زائد واحد احتفاظ واحد. 2 × 0 = 0، 2 × 2 = 4، أكتب 4. أضع نقطة، 9 × 5 = 45، أكتب 5 وأحتفظ بـ4. 9 × 0 = 0 زائد 4 تساوي 4. 9 × 0 = 0، أكتب 0. 9 × 2 = 18، أكتب 18. أضع نقطتين، النقطة الأولى والثانية، 0 × 5 = 0، 0 × 0 = 0، 0 × 0 = 0، 0 × 2 = 0. إذن المجموع عندنا 0، 1 + 5 = 6، 0 + 4 = 4، 8 + 0 = 8، 1. وأضع الفاصلة، كنحسب عندي رقم في العدد الأول ورقمين هي في العدد الثاني هي 3. إذن نحسب 1 + 3. إذن الجداء هو 184.460 كيلوغرام. الآن هذه كتلة الزيت، الآن كتلة البرميل وهو مملوء بالزيت. كتلة البرميل المملوء بالزيت، إذا نضيف إليه 184.460 زائد 25.5 كيلوغرام، اللي هي كتلة البرميل الفارغ.
إذا عندنا هنا ننجز العملية، ولا نلاحظ أنه في الجمع نضع الفاصلة تحت الفاصلة، ضروري الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات. إذا 4 رقم الوحدات، 5 رقم الوحدات. 0 زائد 0 0، 6 زائد 0 6، 4 زائد 5 9. نضع ننزل الفاصلة، 4 زائد 5 9، 8 زائد 2 10، اكتب 0 وأحتفظ بالواحد، 1 زائد 1 2. إذن العد المجموع هو 209.960 كيلوغرام. التمرين الثالث، أهملت الفاصلة في العامل الثاني لكل جداء، أعيد كتابتها في المكان المناسب. إذن فاصلة أهملت في العدد في العامل الثاني لكل جداء. الجداء الأول عند هذا هو الجداء الأول، الجداء 28.7363. نلاحظ الفاصلة بعد 4 أرقام، عند في العامل الأول الفاصلة بعد، إذن نلاحظ الفاصلة بعد 4 أرقام، في العامل الأول الفاصلة بعد 3 أرقام، إذن ينقصنا 1. إذن نضع الفاصلة بين 6 و 7. الجداء الثاني 53.0472. نلاحظ أيضا الفاصلة بعد 4 أرقام، إذن عندنا في العامل الأول الفاصلة بعد رقم واحد، ينقصنا 3 أرقام. إذن نضع الفاصلة ثم صفر. الجداء الثالث، نلاحظ أيضا الفاصلة بعد 5 أرقام، 1 2 3 4 5. إذن عندنا في العامل الأول بعد 3 أرقام، ينقصنا 2. لاحظ نضع الفاصلة أحسى جزء أرقام، لا نضعها بعد بين 6 و 5، لأن 0 بعد الفاصلة لا يعتبر. إذن نضعها هنا بين قبل 5 ثم 0، أي لأن هنا كيصبح عندي العدد 0.56. هاد الصفر بعد الفاصلة لا يعتبر، إذن عندي غير رقمين هنا بعد الفاصلة، العامل الثاني والعامل الأول، 3 أرقام هي 5. التمرين الرابع، بدون إنجاز عملية الضرب، أعطي تأطيرا لكل جداء من الجدائين التاليين. عندي الجداء الأول 5.3 مضروبة في 7.49، الجداء الثاني 0.523 مضروبة في 2.25. باستعمال عددين صحيحين طبيعيين، إذا غنمشي الجداء الأول اللي هو 5.3 مضروبة في 7.49، نعطي له تأطير. إذن نكتب أولا ثم نضعه بين، إذن يكون على هذا الشكل، هو أصغر من وأكبر من. التأطير بين عددين صحيحين، إذن 5 مضروبة في 7، 5 نزل فاصلة مضروبة في 7،
أصغر من 5.3، أصغر مضروبة في 7.49، أصغر من 6 مضروبة في 8. إذن هذا هو التعطير، يصبح لدي 5 × 7 = 35، و 6 × 8 = 48. إذن بين 35 و 48. جداء ثاني، أو الجداء الثاني نؤثره أيضا بين عددين، بين جدائين، ولكن إذن يكون 0 مضروب في 2، 0 في 2، ثم 1 مضروب في 3. إذن يكون لدي هو 0 مضروب في 2 = 0، وواحد في 3 = 3، أي أن الجداء بين 0 و 3. إذن 0 أصغر من 0.523 مضروبة في 2.25، أصغر من 3. هذا هو التعطير. ثم التمرين الخامس، جو كالكول لو برودوي، إذن أحسب الجداء 4832 multiplié par 97. هذا الجداء، إذا نستعمل ننجز العملية، 4832 مضروبة في 97، 7 × 2 = 14، اكتب 4 احتفظ بواحد، 7 × 3 = 21، وواحد 22، أكتب 2 وأحتفظ ب 2، 7 × 8 = 56، و 2 = 58، أكتب 8 وأحتفظ ب 5، 7 × 4 = 28، و 5 = 33، أكتب 33، 9 × 2 = 18، أكتب 8، أضع أول النقطة، أكتب 8 وأحتفظ بواحد، 9 × 3 = 27، 28، أكتب 8 وأحتفظ بإثنان، 8، 9 × 8 = 72، زائد 70، أكتب 4 وأحتفظ بسبعة، 9 × 4 36 و7، 3 و4. ثم أقوم بالجمع إلى 14، أكتب 0 وأحتفظ بواحد، 8 + 8 = 16 + 1 = 17، أكتب 7 وأحتفظ بواحد، 1 + 3 = 4 + 4 = 8، 3 + 3 = 6 و0 + 4 = 4. إذن العدد هو 400، والجداء هو 468704، وهذا الجداء. Puis je calcule les produits 48,32 multiplié par 9,7. نلاحظ الآن جدا عندنا هو هذا، أنجزنا وضعنا فقط فاصلة، إذن عندي هنا رقمين بعد فاصلة وهنا رقم بعد فاصلة، مجموع 3، إذن نضعه بعد 3 أرقام، نضع الفاصلة بعد 3 أرقام تساوي 468.704، 468.704. عندنا 4.832 مضروبة في 0.97. إذن نلاحظ الفاصلة عندنا وضع رقمين
في العمل العام الأول 3 أرقام بعد الفاصلة، وفي العام الثاني 2 بعد الفاصلة، إذن مجموع 5 أرقام بعد الفاصلة. إذن نكتب وكنحسبو 1 2 3 4 5 5 أرقام بعد الفاصلة تساوي 4,68,704 4,68,704. Je calcule les produits suivants. 3,7 مضروبة في 0.001. لاحظ هاد 0.01 هو جزء الألف، بالمئة يساوي 1/1، أي أننا نضرب في 1 ثم نقسم على 1000. إذا نقسم على 1000، ولاحظ عندنا في العملية اللي كنا عندنا لضرب عدد عشري في 1000 نزيح الفاصلة بثلاث مرتبات نحو الجهة اليمنى. الآن القسمة لقسمتي العكس، لقسمتي عدد صحيح على 1000 نزيح الفاصلة بثلاث مرتبات نحو الجهة اليسرى ماشي اليمنى. إذن 3 الفاصلة هنا غنمشيو ثلاث مرتبات، 1 مرة، وغنكملو بالأصفار، الصفر الثاني والصفر الثالث وعاد فاصلة. إذن تساوي 0.0037. صافي. الجزء الثاني 117.103 مضروبة في 0.0001. هذا العدد هذا هو 0/10,000، بمعنى شحال من مرتبة؟ 1 2 3 4، أي أننا نقسم على 10,000. إذا نزيح فاصلة بأربع مرتبات نحو الجهة اليسرى. لاحظ عندي 1 2 3، نزيد 0 عاد نوضع الفاصلة والصفر آخر، تقول يعني 0.0011,117,103. الجزء الثالث عندي 17.2 مضروبة في 0.1، هاد 0.1 هو 1/10، أي أنني أقسم على 10، إذن أزيح الفاصلة بمرتبة واحدة نحو الجهة اليسرى ماشي اليمنى، لأن عندي هنا أقسم على 10، إذن تساوي 1.72. وأيضا 0.7 مضروبة في 0.01، هذا هو جزء المئة، أي أنه يساوي 1/100. إذن لقسمة عدد على 100 نزيح الفاصلة بمرتبتين نحو الجهة اليسرى، غنمشي اليسرى، 1 0 ونزيد 0 آخر ونضع الفاصلة وعاد 0. إذن 0.007. ونأتي نكون قد أتينا على نهاية صفحة 49، وشكرا، إلى اللقاء في درس آخر، ولا تنسوا الدعم.